الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب طهر الحائط. مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين مقصة بيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض: تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال: نعم، لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، إذا لم تجد ماء تتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، أما بعد، وما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أو في هذا الباب الذي هو أحكام الحيض. فابن مالك رحمه الله تعالى في الباب الذي سبق تكلم على مسألة إقبال الحيض، وساق عائشة لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها وثبت، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. فهذا دليل على إيش؟ على إقبال الحيض. ثم جاء هنا فقال: باب طهر الحائض، بمعنى باب إدبار الحيض، لأنه إذا أدبر الحيض جاء إيش؟ جاء الطهر. فتكلم الإمام مالك هنا عن إدبار الحيض وهو باب طهر الحائض. الإمام البخاري في صحيحه قال الإمام مالك في الترجمة، إلا أنه جمع ما ضمنه مالك في الباب الأول مع هذه، فقال: باب إقبال وإدبار الحيض المحيض، باب إقبال وإدبار المحيض. ولكن مالك اقتصر على إيش؟ على إدبار، على إدبار الحيض فقط، الذي هو إقبال الطهر. فإذا عندنا إقبال الحيض وعندنا كذلك إدباره. يقول ابن بطال في شرحه عن البخاري وتابعه عليه الحافظ بن حجر رحمة الله عليهما: أجمع العلماء على أن إقبال الحيض هو دفعة من الدم، واختلفوا في إدباره. واضح؟ فكأن ترجمة الإمام البخاري جمعت بين الأمرين، الأمر المتفق عليه والأمر المختلف، ومالك ترك الأمر المتفق عليه الذي هو إدبار الحيض وتكلم فقط على إدباره بهذه الترجمة التي هي باب طهر الحيض. فمالك اقتصر على الشيء المختلف فيه، أما المتفق عليه الذي أجمعت عليه الأمة على أن الحيض إقباله بوجود دفعة من إيش؟ من دم الحيض. فأراد مالك أن يتكلم على هذه المسألة، وهي من المسائل العويصة، وهي أن تخرج المرأة وتنتقل من الحيضة
إلى كونها إيش؟ إلى كونها طاهرة. والعلماء عندهم في علامات الطهر وهو الخروج من الحيض إلى الطهر علامتان. علامة الأولى تسمى علامة القصة البيضاء، والعلامة الثانية علامة الجفوف. علامة الجفوف. السادة الحنفية في كتبهم يضيفون أمرا ثالثا وهو انقضاء زمن الحيض. انقضاء زمن الحيض. وسنتكلم على هذا العنصر الثالث، لماذا بقية الفقهاء لا يذكرون. طيب، هذه المقدمة نريد أننا ننزلها على ما أورده الإمام مالك في هذا الباب. هذا الباب ضمنه الإمام مالك أثرين اثنين وأتبعه بفتوى من علمه. الأثران اللذان أوردهما مالك وهو أثر أم عائشة وأثر بنت زيد أخرجهما البخاري في صحيحه، إلا أنه أسقط منهما الإسناد، فقال إن البخاري في صحيحه باب إقبال وإضبار المحيض، ثم قال كان النساء يبعثن لعائشة وكانت ابنة زيد. فالإمام البخاري ماذا فعل؟ ساق بالصيغة الجزم هذين الأثرين ولم يوردهما بإسناد. وهنا تأتينا مسألة، وخاصة ممن يشتغل بعلم الحديث، هي أن الإمام البخاري أخذ الموطأ عن عدة من تلاميذ مالك، من بينهم ابن وهب وقتيبة معن بن عيسى يحيى بن صبوري، فأخذه من عدة كثيرين وضمن صحيحه موطأ مالك. فنحن في حاجة الآن إلى أننا نستخرج الموطأ من الصحيح، فلو يكون عمل لصاحب ويسمى باب الموطأ الصحيح لكان عملا جيدا. واضح. كما أننا بحاجة إلى موطأ الإمام الشافعي. يقول الإمام أحمد رحمه الله عليه: أخذت الموطأ عن تسعة رجال حتى أدركت الشافعي فوجدته أتقن الناس فيه فأخذته عليه مرة أخرى. فإذا الإمام الشافعي ضابط للموضع، لكن روايته غير موجودة، لكنه ضمنها في كتاب إيش؟ في كتاب الأم. فكذلك لو استخرج موطأ الإمام الشافعي من كتب الإمام الشافعي لكان عملا جيدا، وخاصة هذه الروايات تخالف كثيرا من الرواية التي عندنا وهي رواية يحيى الأنبلسي. في كتاب المزني لما قال بأن الأم ما لكم الإمام الشافعي وإنما المزني هو الذي أخذه عنه، لهذا أول من شرح الموطأ هو الإمام الشافعي، أول من شرح الموطأ. وهذه فائدة وقفت عليها فقط في مؤخرا، هو أن المزني يقول هذا ما كتبته عن الإمام الشافعي من خلال تعليقاته على الموضوع. بهذا الوضع فالإمام الشافعي كان يعلق بمعنى يشرح الموضوع ثم يعترض أو يزيد أو يشرح أو كذا، فمن أوائل من شرح الموضوع هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. طيب، جرى إلى هذا الكلام أن الإمام البخاري هذين الأثرين ضمنهما في صحيحه، إلا أنه ساقهما بصيغة الجزم وأسقط منهما الإسناد. هذا الكلام كله يدل على أننا نرجع إلى إسناد الأثرين. قال في الأثر الأول: مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين. طيب، عندنا علقمة ابن أبي علقمة، وهذا رجل ثقة أخرج له الجماعة، يروي هذا الحديث عن مين؟ عن أمه. أمه هذه اسمها مرجان، وكانت مولاة لعائشة باتفاق، ولكن يختلفون في الأب أبو علقمة هل هو كذلك
مثل زوجته كان من موالي عائشة. مرجان هذه حكم عليها ابن حبان في الثقات بأنها ثقة، ووافقه عليها كذلك العجلي. وأنتم تعلمون بأن الرجل إذا أورده مالك في الموطأ يعتبر تجاوز القنطرة، فإخراج مالك للرجل في موطئه دليل على ثقة الرجل. لهذا لما سئل مالك عن أحد الرجال قال هل تراه في كتبي، إلا من كشف حاله مثل عبد الكريم بن المخارق فهو ضعيف، وإن كان روى عنه الإمام مالك لكن استدرك بعد ذلك فقال لقد غرني في رواية بطول لحيتي وفي رواية بكثرة صلاتي، فإنه كان ضعيف عند أهل الحديث لكن استدركه مالك بعد ذلك. طيب عندنا الآن هذا الإسناد، علقمة روى أمه نعم مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم حيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. طيب نتكون الأول عن المصطلحات التي جاءت في هذه الرواية، والمصطلحات هي الدرجة والكرسف والقصة وإيش كذلك المصطلحات والصفرة، أربعة مصطلحات. نبدأ بالمصطلح الأول وهو كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف. بالدرجة، الدرجة هذه كما يقول القاضي عياض رحمة الله عليه في المشايخ روى الأكثرون أو رواية الأكثر بكسر الدال وفتح الراء الدرجة، والدرجة هذه عبارة عن صفط وهو مثل يعني نقول حقيبة صغيرة كانت أو تختص بالنساء تضع فيها ما خف من متاعها، واضح على رواية الأكثر. عندنا رواية أخرى وهي رواية أبي عمر للموطأ فرواها قلنا الأولى بكسر الدال الدرجة بكسر الدال وفتح الراء، رواية أبي عمر هي بضم الدال وسكون الراء الدرجة، والدرجة بمعنى الخلقة يوضع فيها الشيء ثم يلف، وهذا تسمى قد أدرجت فيها. أنت لما تضع شيئا في شيء وتلف وتقول إيش أدرجته فيه. وعندنا رواية أخرى التي هي رواية أبي الوليد بفتح جميع الحروف درجة، قال وهذه تعتبر رواية ضعيفة لأنها شاذة في اللغة. فإذا عندنا إما الدرجة بمعنى الخرقة وإما عندنا درجة بمعنى إيش بمعنى الصفت الصغير. ثم قال وعلى كثرة الاستعمال تصح الرواية الثانية نعم التي هي شيء يلف به، لأن مع معنى هذا الأثر يصدق عليها الرواية أكثر اللي هي الرواية إيش الرواية الأكثر يرون هكذا، لكن قال استعمال الدرجة في أسهل من هذا حتى ابن عبد الله مال إلى هذه الرواية. طيب واضح اللفظ الأول، قال فيها الكرسف، الكرسف باتفاق العلماء هو القطن، هو القطن نعم. قال فيها شيء من الصفرة، الصفرة يقول الفقهاء الصفرة والقدرة، وهذه من المياه التي تخرج من المرأة في من الرحم مثل الحيض،
وسوف نتكلم عن حكمها. واضح؟ هل هي حيض أو ليست بحيض؟ فالأقرب في التمثيل هو أن دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية السنن ومسلم، فإنه لما شكت إليه المرأة أنها لا ينفض عنها الدم قال إن الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف. لكن هذا السواد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف النساء وباختلاف الطعام وباختلاف غيره، وهذا مجرب حتى في الرجل. الرجل تجده في المني قد يكون خاذرا، وإذا خف الطعام تخف بلوغته بياض المني ويخف كذلك نزوجته. فمثل ما يتغير المني في الرجل بالطعام والكثرة والعوامل الأخرى، كذلك يتغير لونه وكثرة دم الحيض بالنسبة للمرأة. وهذا الموضوع هو الذي دعا الصحابيات إلى هذا المشكل، هو أننا عرفنا دم الحيض لكن قد يخرج بصور، فهل هذه الصور تعتبر حيض أو لا تعتبر حيض؟ ولشدة هذا الموضوع كان النساء من الصحابيات يبعثنا بالقطن إلى عائشة كي ترى هل هذا حيض أم ليس بحيض. يقول ابن عبد البر: وهذا دليل على ما كان عليه نساء السلف من الاهتبال بأمر أو بشأن دينهم، الاهتبال يعني الاهتمام بذلك، فإن رأس مال المسلم دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار لم يمنحن الحياء أن يتفقهن في الدين. واضح؟ فإذا عندنا الدرجة وعندنا الكرسي وعندنا الصفرة وعندنا، ثم قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة بفتح القاضي. وفي كتاب غلط الفقهاء يقول بعض الناس القصة بالضم، وهو غلط ولم تثبت رواية في ذلك، بل هي القصة. والقصة هو من القص وهو الجص وهو الجير. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور يعني تجصيصها. والقصة البيضاء كما قال الإمام مالك: سألت عنه النساء فإذا به أمر يعرفونه، وهو ماء يخرج من المرأة أبيض مثل الجير، وشبه إما بمثل نهي الجلد أو مثل الجير، يخرج بعد انقطاع الحيض. واضح؟ فهو علامة من علامات إيش؟ من علامات الطهر. هذه بالنسبة للألفاظ التي جاءت في الأثر. طيب، نعيد الأثر الآن حتى ندخل في معنى. مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. طيب، المعنى لهذا أن الصحابيات والتابعيات اللواتي أدركنا أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يشكل عليهن هذا الأمر. فمثل ما قدمنا في البداية عندنا إقبال الحيض، وقلنا بالإجماع ما في إشكال وهو رؤية الدم، لكن إدباره عندنا فيه إشكال. واضح؟ يعني الانتقال من الحيض إلى الطهر عندنا فيه إشكال، وهو مثل ما قدمنا هو أن دم الحيض كذلك يمر على مراحل في الانقطاع. لهذا في الأيام الأولى قد يكون أسود رائحة والمرأة تتألم عندما يخرج، ثم يبدأ يخف رائحة ولونا وهكذا إلى أن يصل إلى كونه كدرة أو صفرة. واضح؟ طيب، هذه المرحلة إذا صار بها بهذا الشكل ما هو الحكم؟ أو ما هو حكم الكدرة والصفرة؟ حتى يقول ابن حجر الهيثم الشافعي في الفتاوى قال: ومن الأمور المهمة معرفة أحكام الكدرة والصفرة، فإنني الكدرة والصفرة مثل ما قلنا هما نوعان لدم الحيض،
أو من المياه التي تخرج من الرحم. ابن حجر الهيثم في الفتاوى. فحتى قال إن من الأمور المهمة معرفة أحكامها. ثم قال وقد ألفت في ذلك أو جمعت في ذلك مؤلفا إلا أنه سرقه أحد مني ونسبه لي مسلم. ثم قال ولعل الله بيسري أنني أشرح أحكامها ثم أشرحها في الفتاوى. طيب الآن عندنا المرأة طاهرة لا إشكال، وعندنا إيش؟ المرأة حائض كذلك لا إشكال. عندنا مرحلة الانفكاك، واضح؟ هنا يقع الإشكال. ولهذا مثل ما قدمنا في كلام ابن العربي في الدرس الماضي على أن هذا الأمر من الأمور المهمة من الأمور المشكلة، واضح؟ فإنه يشكل حتى على صاحبة الأمر، والواقع أمامه. نساء الصحابيات يبعثون إلى عائشة تحلهم المشكل، وهذا مشكل حقيقة. يعني هل هي الآن طاهرة فتصل وتصوم ويأتيها زوجها، أم أنها حائض؟ والحيض من الأمور التي ينبني عليه مسائل كثيرة: الصلاة والصيام والعدة والطلاق والرجعة ونسبة الولد قضية الحج والطواف، مسائل كبيرة جدا مترتبة على هذا. فلهذا معرفة هذه الأحكام سواء من الرجال أو من النساء يصل إلى علم الوجوب العيني. كما كان يقول الشيخ المختار الشنقيطي قال: فقد يمكث الرجل أياما ولا يدري هل زوجته حلال عليه أم حرام، هي مستحاضة، هل هي حائض أم لا؟ طيب الآن يقول أبو بكر بن العربي: والسبب الاختلاف في عدم ضبط هذا الباب هو أن الحيض يختلف باختلاف النساء، يعني ليست عادة طائرة عند جميع الناس. فبعض النساء عادتها 4 أيام، وبعضها عادتها 5 أيام، بعضها يتقطع لها الحيض، بعضها تأتيها. فلما اختلفت النساء اختلفت إيش؟ اختلفت الأحكام، فكثرت الأحكام فيه، واضح؟ فلهذا ضبط هذا الباب يحتاج إلى إمهان نظري فيه. طيب عندنا الآن الصحابيات والتابعيات كان يبعثن لعائشة هذا الأمر، فتقول لهن: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. قلنا هذا الأثر أخرجه مالك بهذا الإسناد، ورواه عنه الإمام البخاري في صحيحه من غير إسناد بصيغة الجزم. الإمام النووي قال: وهذا الحديث صحيح، صححه الإمام النووي بناء على أن البخاري أخرجه في صحيحه بصيغة الجزم، واضح؟ إلا أنه صحيح إيش؟ موقوف على عائشة. ذهب الإمام الكساني من السادة الحنفية إلى أبعد من ذلك، قال: كونهن الصحابيات يبعثن إلى عائشة على الخصوص ثم هي تفتيه في هذا الأمر، ولم نعلم أحد من الصحابة أنكر عليه ذلك، قال: فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا يمكن أن تجزم بشيء، ويسكت عنها الصحابة إلا إذا كان أمرا أخذته من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا قول من الإمام الكسائي. جاءنا السيد ابن حزم رحمة الله عليه وقال: هذا حديث ضعيف، وضعفه لأمرين اثنين. الأمر الأول قال إن مولاة عائشة هنا خلفت، وعائشة كذلك خلفت، فقال هو غير محفوظ لأنه خلف في التابعي وخلف في الصحابة. طيب ما معنى خلف في التابعي؟ يعني روي عن عائشة أنها قالت: كنا لا نعد الكبرى والصغرى شيئا. وهنا تقول له: لا تعجل، كأنها كانت تعدها شيء. ثم قال: روي عن ابن عباس أنه قال: دم الحيض دم أرجوان. فإذا هو ليس بأصفر، بل ليس بأصفر، فإذا الصفرة غير دم الحيض. وهذا اعتراض ابن حزم في المحلى
على هذا الأثر. نخلص من هذا كله إلى هذه المسألة، وهي هل القدرة والصورة حي أو ليست بحي؟ نحن قلنا عندنا طهر وعندنا حي، عندنا هذه الحالة، حالة خروج الصفرة والقدرة، هل تحسبها من الحي أو تحسبها من إيش؟ من الطهر. فيه ثلاثة أقوال عند الفقهاء، هي ثلاثة روايات في مذهب الإمام أحمد. فالقول الأول وهو رواية الإمام أحمد، وهو المذهب المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو أن القدرة والصفرة حيض مطلقا، سواء رأته المرأة في زمن الحيض أو رأته في زمن الطهر مطلقا. القول الثاني وهو ما يزعمه ابن حزم، وهو مذهب الظاهرية، على أن الصفرة والقدرة لا تعتبر شيئا، واضح؟ فهي ليست بحيض، وكذلك هي ليست بإيش؟ بطهر، فهي لا عبرة بها، فحكمها حكم الرطوبات التي تخرج منها من الفرج، واضح؟ هذا القول الثاني. عندنا قول ثالث، وهو قول جماهير الفقهاء من السادة الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن القدرة والصفرة في زمن الحيض حي، وفي زمن الطهر طهر، واضح؟ وهذا القول اختاره الإمام البخاري في صحيحه، وهو أن واختاره كذلك ابن عبد البر في شرحه على الموضوع. نعم. المالكية كما يقول ابن عبد البر، مالك في المدونة، يقول إن الكبرة والصفرة في أيام الحيض وغيرها حلال، مثل ما قلنا. إذن هذه رواية إيش؟ رواية المدونة. طيب الموطأ معنا الآن يؤيدها أو يخالفها؟ الموطأ عندنا الآن، قلنا المدونة صرح الإمام مالك بالفتوى، الموطأ عندنا إيش؟ لا يؤيدها، يتكلم عن زمن الحيض فقط. ماذا يقول في القول الذي كتبته عن المالكين؟ يقول إن القدرة والصفرة حيض في أيام الحيض وغيره، مثل ما كتبنا. فالآن رواية الموطأ تؤيد ما في المدونة أم لا؟ تؤيد الله يفتح. نعم تؤيد، لأنها رواية الموطأ من خلال هذا الأثر تدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض، وفي المدونة قال في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر حيض. فالرواية هذه ليست جملة كاملة، لكنها تؤيد الجملة دي. الذي جرنا إلى هذا هو أنه يوجد عندنا في مذهب المالكية، أو الذي اختاره الفطاحلة منهم مثل البازلي والباجي، قوم والقاضي عبد الوهاب الرواية التي هي مع الجملة. فهذه من المسائل التي المشهور يخالف فيها الراجح. فبعض المالكية يحكي أن المشهور من المذهب هو إيش؟ هو الرواية الأخرى التي مع الجمهور، واضح؟ لكن رواية مالك في الموطأ وفي المدونة تخالفه، ولهذا درجة الإمام خليل في مختصره على هذه الرواية، على أن الحيض، على أن الصفرة والقدرة تعتبر حيض في أيام الطهر وفي أيام الحيض. هذا الراجح عند المالكية، وإن كان من المحققين من المالكية لا يحكيه مشهورا. لا يقول أن الصفرة والقدرة حيض، يؤيد الجمهور ويؤيد رواية المدونة، لكن يؤيد لا يأتي بالقول الثاني في المدونة اللي هو في غير زمن الحيض. نعم. إذن هذه الرواية لا تخالف رواية المدونة، تخالفها أم لا؟ لا يوجد هناك مخالف ولا تؤيدها، تؤيد نصها. لا نعم، هي تؤيد رواية، لا تؤيد رواية الجمهور في جزء، نصف تؤيدها في جزء،
لكنها بمفهومها تخالف رواية الجمهور. سوف نأتي كيف. واضح؟ فقط نريد أننا نصل الآن إلى مذهب مالك، وهو أن مذهب الإمام مالك المشهور فيه هو هذا ما اتفقت عليه رواية المدونة ورواية الموطأ، وإن كان بعض محققي المالكية مثل الباجي والمازني والجماعة اقتصروا في التشهير على رواية المدونة. واضح؟ هذا فقط من باب نسبة المذاهب إلى أصحابه. طيب، الآن عندنا الصفرة والقدرة، ما هو حكمه؟ هل يحكم لها بالحيض أو يحكم لها بالطهر؟ الظاهرية قالوا هي طهر مطلقا، والمالكية قالوا هي حيض مطلقا، والجمهور فرق، قالوا إذا كان الزمن زمن حيض فهي حيض، وإذا كان الزمن زمن طهر فهي طهر. طيب، جئنا إلى مذهب المالكية. يقول الإمام مالك أو المالكية نحن نعتمد على هذا الأثر عن عائشة حتى تلك علامة الطهر، فإذا كلما رأيت الصفرة فهي حيض. من دم الحيض في لفظ من دم الحيض لا ترجمة نهايته إذا في زمن الحيض. طيب لا، هو كونها في زمن الحيض الآن افهموا فقط كيف استدل المالكية، وخليكم من مذهب الجمهور، خلي قول الجمهور وخلي الآن. عائشة قالت ايش؟ قالت عائشة قالت إلى أتى الجنة حتى ترين القصة البيضاء، فإنها كأنها تقول إن هي حكمت الآن بالصفرة من الحيض أو ليست من الحيض، من الحيض. ثم استسحبنا الحكم كله فقلنا هذه الصفرة تعتبر حيض. يؤيد هذا الأصل فإن لون الحيض يختلف في ألوانه، والآن الأصل في الشيء الخارج من الرحم أنه حيض حتى يثبت أنه استحاض، وهذه الماء الخارجة من الحيض من الرحم فهي حيض. هذا ما ذهب إليه الجمهور. الظاهرية خالفوا هذا بكلية، وخالفوها فضعفوا حديث عائشة، ثم عندهم حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. كنا لا، أم عطية قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا في الصحيحين، في صحيح البخاري كنا لا نرد القدرة والصفرة شيئا. فالظاهر قالوا هذه الرواية صحيحة في ذلك، فضعفوا هذا وقوموا رواية من أم عطية. المالكي عكسوا. طيب، فنقول لهم لا تستطيعوا تضعفوا لأن الحديث صحيح. قالوا هنا عندنا اختلفت عائشة مع أم عطية، وعائشة روت معها بنفس هذا اللفظ أسماء، فعندنا عائشة وأسماء مع أم عطية، ثم كلاهما فتوى فقبلها أم عائشة على أم عطية لأنها أفقر، وهذا انتصر إلى هذا القول بهذا الترجيح الإمام البيهقي في الخلافية. ما لي رأي مالك؟ لا، ما رأي، قلنا نحن الآن في النقاش. واضح يا شباب؟ واضح. المالكية اختار قول عائشة على قول أم عطية على أم عطية. لماذا؟ قالوا بأن عائشة يؤيدها فعل الصحابة ويؤيدها سكوتهم، لأن هؤلاء النسوة لهن من أزواجهم الصحابة، فقبلنا بما أحدث به إيش؟ عائشة، ولقربها من رسول الله هي أفضل على غيرها. فاختلفت عندنا رواية أم عطية التي قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيء، مع قول أم عائشة التي تعتبر بأن الصفرة من الحيض، فقدمنا قولها مع أن الأصل يخلوها، لأن هذا دم أو سائل خارج من الرحم، فالأصل أنه حيض حتى يفوز الحيض. واضح؟ لا، لأن عائشة يريدها عمل، وهي هنا
هناك كانوا يبعثون لأم عائشة. طيب لماذا رويت لها هي من دون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاختصاصها بهذا الأمر. حتى كل الفقهاء يقول إن أم عائشة كانت أضبط النساء النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الطهر. واضح؟ طيب نعم. الآن نحن نقرر كيف يفهم الفقهاء الأدلة، ولا ألزمكم أن تحرروا بالفهم، ولكن أنتم يفهموا كيف استنبط هؤلاء. ولو كان هذا الاستنباط خال من الاعتراضات لاتفقت الأقوال، فبما أنه فيه القول الآخر إذن هذا ليس بمسلم. لكن أنت كفقيه إذا تريد أن تستوعب القول لابد أن تفتح ذهنك كأنك تستوعب القول، لأنك إذا قدمت الاعتراضات من غير أن تفهمه ما يمكن أن يصل إليك الذي وصله، وإنما اجعل نفسك معه وحاول أن تفهمهم بفهمه. واضح؟ طيب الآن تخلصنا من المالكية وتخلصنا من الظاهرية، فجئنا إلى مذهب الجمهور. قال الجمهور نحن عملنا بمسلك الجمع، فجئنا إلى حديث عائشة وقبنا، وجئنا إلى حديث أم عطية وخاصة قالت كنا، وأورده البخاري هنا في صحيحه كنا، فإن كنا على الصحيح من أقوال المحدثين إذا قاله الصحابي أن له حكم رأي، وسبق وأن تكلمنا على هذه المسألة في الاستدلال، واضح، وهو اختيار الإمام البخاري. فقالوا أولى من كونهما متعارضين نوفق بينهما. قالوا والتوفيق شرحته لفظة جاءت في السنن عند ابن ماجه وعند أبي داود وإسنادها صحيح على شرط مسلم، وصححها الحاكم بن حبان في حديث أم عطية أنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد القدرة والصفرة، نعم هو رواية ايش؟ رواية السنة بعد الطهر، هذه اللفظة رواية ايش؟ السنة، وهي على شرط الإمام المسلم. فبهذا تتصف عندنا الأقوال، فنقول إن عائشة تكلمت على السفرة والقدرة حالة كونها في أيام الحيض، فإذن هي حيض. وأم عطية قالت لا نعتد بالقدرة ولا نعتد بالسفرة إذا جاءت في أيام الطهر. واضح؟ وبذلك جمعنا بين الدليلين، وقلنا هذا القول الطوائف التي جمع بين الأدلة، واختاره طائفة من الفقهاء، اختاره ابن تيمية في الفتاوى وابن عبد البر في شرحها الموطأ، وهو صنيع الإمام البخاري في صحيحه، وقال القدرة باب القدرة والصفرة بعد الطهر، ثم ساق رواية أم عطية ولكن لم يأتي برواية السنة، هو أشار إليها لأنها لم تقرا في الإسناد بالرواية التي رواية سفيان، وهي كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. لا الآن هذا الكلام يحتمل، لكن لما جاءت رواية المدونة وصرح الإمام مالك وقال إن الكبرى والصفرة في أيام الطهر والحيض حيض، رفع عندنا الاحتمال، احتمال وارد لكن لا يبعد احتمال آخر، لأنها في سؤالة عن الكبرى والصفرة في زمن الحيض، لكن هو خارج، فسواء كان حيض أم طهر هو حكم واحد، مع أن قلنا الأصل يؤيد ذلك. طيب الظاهرية وإمام ابن حزم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض دم أسود يعرض، قال فإذا حكم عليه بأسود فكل الدماء التي خرجت عن هذا الوصف لا عرض فيها. تخرج القدرة والصفرة حكمها حكم إيش؟ حكم الطهر. لكن قلنا مثل ما فعلت أم عائشة الآن، هي أنها لما بعثت لها الكرسف القطن وفيه أثر الصفرة، إذن المرأة لم تطهر، ومثل ما قلنا الحيض المرء كذلك بمراحل،
والنساء يعرفن ذلك. فالأيام الأولى حتى مثلا في الحديث الذي جاء من أتى المرأة عياذا بالله في حالة الحيض قال إذا كان في فورة حيضتها دينار وإذا كان في نهاية نصف دينار، لأن هناك أصل يقول المكان بدأ يجف. واضح؟ فلا مانع أنه إذا كان الحيض بكثرته وقلته يختلف من أيام، كذلك يختلف له من أوله إلى إيش؟ إلى آخره. طيب، قول الجمهور إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. من يستطيع أن يشرح هذه الجملة؟ قلنا في أيام الطهر إيش؟ في أيام الطهر طهر. طيب إذا أدخل معها ماذا تفعل؟ أفتى علي بن أبي طالب أنها تغتسل، أنها تتوضأ، تتوضأ وتصلي. طيب، قول الجمهور إن الكدرة والصفرة في أيام الطهر طهر، في أيام الحيض حيض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أيام حتى تكون متواصلة، أيام حتى تكون متواصلة حتى تكفر. فإذا طهرت فكانت جعل بعد العلامة إذا جاءت العلامة ثم جاءت الصفرة، إذا الصفرة جاءتنا الآن في أيام الحيض. أيوة. لا، نحن ما معنى قولهم؟ ما معنى قولهم إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض؟ أيام الحيض، أيام أيام الحيض يكون أسبوع قدرين من هذا. معناه أن الخرج عن أعلى أعلى أي زمن الحيض؟ أعلى زمن الحيض. أعلى إيش منع على زمن الحيض؟ يعني أختلف. قطعت أيوة. معناه أنه خرج الحيض ليس الحيض. الآن عندنا في الحيض في أيامه عندنا توقيتان. توقيت عادة المرأة عادتها 5 أيام، عادتها 6 أيام. وعندنا التوقيت الآخر الذي هو أقصى مدة الحيض الذي هو 10 أيام على مذهب الحنفية أو 15 يوم على مذهب الجمهور. فلما قال الجمهور إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، إذا كانت المرأة عادتها 5 أيام فرأت في 5 أيام الدم، في اليوم السادس رأت كدرة وصفرة، فماذا نقول لها؟ هل هنا هي عادتها 5 ورأت الكدرة والصفرة بعد العادة، فهل هذا طهر أم حيض؟ هذا في أيام الطهر. أخذت عادة جديدة. حيض. حيض. هي حيض. لأن الحيض، لأن الصفرة والكدرة هي في أيام الحيض إيش؟ هي حيض. وأيام الحيض هي 15 يوم أو 10 أيام. فإذا الدم لم ينقطع لوجوده. لا، العبرة بعادتها إذا انقطع. لا، هو لم ينقطع، هو الآن موجود. فإذا هو صفرة القدرة لأنه في أيام الحيض. فالعبرة بأيام الحيض يعني أقصى مدة في الأيام المعتبرة. لو جاء بعد ذلك نقول هي مستحاضة. واضح عند قول الجمهور؟ لو جاء مثلا بعد 15 يوم يعتبر ايش؟ يعتبر على مذهب الظاهرية بمجرد ما تنتهي العادة أو بمجرد ما ينتهي وجود الدم جاءت الصفرة والكدرة وهي طاهرة. ولكن هنا أفتت أمنا عائشة على أن الصفرة والكدرة إذا كانت في أيام الحيض تابعة له فإنه يحكم لها بحكم الحيض. واضح؟ واضح؟ قصة الطهر، يعني الطهر لا تقرأ قصة البيضاء بعد قصة البيضاء، إذا أجي شو ما أجل هذا لا يعد. نعم، الآن هي لم يأتي قصة البيضاء، وقعت قصة البيضاء خلاص وقعت طهر. نحن الآن قلنا عادتها 5 أيام، هي قلنا رأت الدم 5 أيام ثم رأت الصفرة، ما قلنا رأت واضح؟ انتهينا من المسألة الأولى. واضح القدرة والصفرة يا جماعة؟ نعم. تفضل. لا صفرة ولا كدرة إلى أن رأت القصة البيضاء. طيب، الآن هذه تجرنا إلى المسألة التي قالت أمنا عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، كأنها الآن دلت على ما هي علامة إيش؟ علامة الطهر.
فالآن نتكلم على علامة الطهر. يقول الفقهاء الطهر له علامتان، العلامة الأولى هي علامة القصة البيضاء، القصة البيضاء، وهو قلنا هو سائل مثل الجير يخرج من المرأة عقب انقضاء العلامة. والعلامة الثانية هي علامة الجفوف، والجفوف هو يقول الفقهاء أنها إذا أدخلت قطنة في ذلك المكان فإنها تخرج جافة. وقول الفقهاء تخرج جافة يعني ليس عليها أثر شيء، وليست عليها ولا شيء، لأن ذلك المكان دائما رطب، فقد يتأثر إيش؟ تتأثر برطوبة الفرج، وإنما القصد أنه لا يخرج عليها أثر من الدم. واضح؟ فإذا وجدت هاتين العلامات فهي من علامات إيش؟ من علامات الطهر. اثنين مع بعض ولا واحد؟ طيب، جئنا إلى أن هاتين العلامتين هل كلاهما علامة الطهر أم لا؟ على مذهب عائشة تقول لا، علامة الطهر هي علامة واحدة فقط، لأنها قالت لا حتى قارينا القصة البيضاء. لهذا يختلف الفقهاء، وإن كان الخلاف يعتبر خلاف ضعيف، والعبرة كلام الجمهور وهو على أن كلاهما علامة من علامات الطهر، ويختلف باختلاف النساء، فبعض النساء علامتها في طهرها القصة البيضاء، وبعضهن علامتها الجفوف. لكن عندنا مسألة وهي مشكل، من كان علامتها القصة البيضاء فرأت الجفوف هل تطهر؟ ومن علامتها الجفوف فرأت القصة البيضاء هل تطهر أم تنتظر علامة ثانية؟ واضح المشكلة؟ امرأة عادتها القصة البيضاء، القصة البيضاء من غلط الفقهاء، أنا أبين لكم الغلط. امرأة علامتها القصة البيضاء فلم ترى، فانقطع عنها الدم فرأت الجفوف، جف المكان، فهل تطهر بمجرد الجفوف أو تنتظر حتى يأتيها حتى ترى القصة البيضاء؟ والعكس بالعكس، امرأة علامة طهرها دائما معتادة أن المكان يجف فتطهر، فرأت جاءت القصة البيضاء فهل تنتظر حتى تجف حتى القصة البيضاء وتعتبرها من الصفرة والبيضاء أم لا؟ واضح؟ هذا الخلاف هنا راجع إلى أي العلامتين أقوى في الطهر. نعم، فبعض الفقهاء كما ذهبت إلى ذلك أمنا عائشة هو أن القصة البيضاء أقوى من الجفوف، لأنه سائل خرج فدل على أنه لا يوجد إلا به. وبعضهم عكس قال لا، الجفوف هو أقوى في الطهر من إيش؟ من القصة البيضاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فإذا العبرة هو وجود الدم، فإذا زال الدم حل الطهر، والآن عندنا المكان جاف فإذا هي طاهرة. كما أن مثل ما قلنا الدم يتدرج فقد تكون القصة البيضاء من تلك السوائل. وإن كان عند العلماء على أن كلاهما علامة يرتد بها، والمرأة ولو كانت عادتها الجفوف فإنها إذا رأت القصة البيضاء أي العلامتين، إلا أن من كانت علامتها القصة البيضاء وجف المكان الأفضل والأولى أن تنتظر حتى تراها. ويقول العلماء انتظارها ما لم يخرجها عن وقت الصلاة، يعني تنتظر وقت اغتيال. نعم، تنتظر حتى تراه، وليس هناك وقت زمني كبير عند النساء من بين الجفوف إلى القصة البيضاء. واضح في سؤالك؟ بعد اليوم بدأت القصة البيضاء. طيب، هي علامة طهرها ايش؟ الجفوف ولا القصة البيضاء؟ القصة البيضاء. هي علامة القصة البيضاء. طيب، خلال بعد الجفوف ما في أي شيء. طيب، عادتها كانت انقضت ولا عادتها كم؟ لا ترجع الآن هنا فروق، لا عادتها الأصلية انقطعت. لا
خمسة أيام عادت وحالت خمسة أيام وعادت الخمسة أيام ثم ترى القصة البيضاء والآن رأت خمسة أيام ثم جاء إيش؟ جاء جفوف إذا هي تفرطان تكون تفرط طيب لا تكون ممكن عادتها الآن ستتغير إذا تكررت معها ثلاث مرات انتقلت في ضبط عادتها من القصة البيضاء إلى جفوف طيب الآن عرفنا معنى العلامات الحنفيين يضيفون في كتبهم علامة ثالثة وهي علامة إيش؟ علامة الزمن. لا. نحن. الشافعية والجمهور لا يتكلمون عن هذه العلامة لماذا؟ لأنها هي علامة ليست بعلامة وإنما هي اضطرار. فالمرأة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يأتي معنا في مسألة الاستحاضة. قال يا الله إنني امرأة أهراق الدماء ترى أن الدم ما ينقطع من عندي. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أمرت اغتسل وصل فكأنه ردها إلى التمييز أنت الآن تشعرين بالتمييز من دم الحيض والاستحاضة فإذا لا تنتظري مرحلة النقاء ثم قالها المرأة الأخرى قال وسوف نتكلم على أحكام المستحاضة قال لها تحيض في علم الله ستة أو سبعة وقال للمرأة الأخرى لأن الأوائل كنا يستحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وقيل كلهن كانوا أخوات لهذا في صحيح البخاري أن المرأة التي كانت عليها كانت تصلي وتسقط تحتها في المسجد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة قال إن ذلك ليس بحيض إنما ذلك ركضة من الشيطان لهذا يعتبر مرض يعتبر جرح في الرحم لهذا يفرقون بينهم هذا دم عالي والآخر غير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى أيامك التي كنت تحيضينها قبل أن يصيبك الذي أصابك كم كانت عادتك من قبل قالت كانت عادة سبعة أيام فإذا لما تأتي سبعة أيام ابقي فقط سبعة أيام اليوم الثامن وإن زال الدم فتوضأ فتغتسلي وصلي ويعتبر ذلك دم ومستحاضة كما سنتكلم على مسألة الاستحاضة واضح طيب الآن تكلمنا على القصة البيضاء القصة البيضاء وتكلمنا على علامات الطهر بقيت معنا مسألة أخرى زمن الجفوف قلنا الزمن هو قلنا لأن الآخر سوف يدخل في اضطرار ماذا يكون الزمن إذا زادت العادة عن وقتها إلى أن خرجت فتكون دخلت في الاستحاضة بالزمن بس أي فقط طيب لما كان هذا الأمر لهذا الشيء وكانت هناك صفرة وقدرة وأن لا تعرف متى تنتقل لأن مثلما يأتي الطهر فجأة الحيض فجأة يأتي الطهر فجأة فلهذا قد لا تعرف المرأة وقتها وتخشى فأورد مالك هذا الأثر وهذا من حسن ترتيب ماذا يقول في هذا الأثر؟ نعم مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا طيب الآن عندنا هذا الاسم مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت طيب عندنا امرأتين في هذا الإسناد وكلاهما مبهمة عن عمتي عن بنت لزيد طيب نأتي للمرأة الأولى التي هي عمته عائشة في عمته هذه لا عمته هذه اختلف فيها فابن الحداء قال هي عميرة بن حزم عميرة بنت حزم يقول ابن الحداء عمته عبد الله هنا هي مين عميرة ابن حزم نعم لا الله بن بكر غير ذلك طيب الحافظ بن حجر قال إن قوله عميرة هذا قول بعيد لأن عميرة من الصحابيات الأوائل
ويبعد أن تكون تلك الصحابية روت عن بنت زيد. وإن كان رواية الأثار عن الأصابع موجودة. وانظروا توجيه الحافظ في رده على ابن حبان، قال هي عميرة بنت من؟ عميرة بنت حزم. طيب عميرة بنت حزم هذه بالنسبة لعبد الله هي عمة جده، هي عمة ليست عمة مباشرة، هي عمة جده، فيكون هنا عن عمته يعني ايش؟ يعني مجازا، عن عمته مجازا لأنه عمة ايش؟ عمة جده. طيب هذا أول. ثانيا إذا قلت هي عميرة فيكون الإسناد منقطع لأن عبد الله ما أدرك عمه. وهذا كلام الحافظ في رضيه بن حداد. ثم قال الأقوى أنها إما أم كلثوم أو هي إما أم كلثوم أو امرأة ثانية كانت أخواتين تعتبر من العمات المباشرة لعبد الله. واضح؟ طيب هذه المرأة مش عبد المكة الصديق؟ لا، المرأة هذه تروي عن من؟ عن ابنة زيد بن ثابت، عن بنت ابن زيد. يقول بعض شراح البخاري ووافقه الحافظ قال زيد يبدو كثير من البنات منهم أم كلثوم عدة بنات، لكن قال لم نقف على رواية واحدة منهن إلا أم كلثوم التي زوجها سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر. قال والغالب أنها، وبعض الفقهاء أو بعض الشراح البخاري قال هي أم سعد، اسمها إيش؟ أم سعد. الحافظ قال ولا يعرف، ولا يعرف لبنت من بنات زيد أن اسمها أم سعد. السيوطي جاء بعده واختار أن تكون أم سعد لأن الإمام الذهبي عد في بنات زيد أم سعد. واضح؟ فهذه كلها تعتبر إشكالات على الإسناد لأن فيه إبهام. وإن كان كلهن من أهل المدينة ومالك من أهل المدينة فهو أعلم بمن يذكر، فلهذا يعتبر هذا إسناد حسن كما حكم عليه طائفة من المحدثين. نعم. طيب الآن بنت لزيد قيل لها بأن النساء يقومن من الليل ويطالبن بالمصابيح كي ينظرن هل تهن أم لم يطهن، فعابت عليهن ذلك وقالت إن النساء لم يكن يفعلن ذلك، يعني من كان أفضل منكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. يستفاد من هذا على أن العادة التي توقع الناس في الحرج ليست من الدين، لأن كونك تطالب الناس تقوم بالليل حتى تتيقن هل طهرت أم لا ليس توقع الناس في الحرج لأن هذا ليس من الدين. الإمام مالك رحمه الله عليه يقول السبب نهيها عن ذلك هو لأنه ليس في وقت صلاة. أنت قائمة في الليل تشوف ليش ليس في وقت صلاة. الحافظ بن حجر قال لكن هذا قد لا يستقيم لأن ذلك الوقت إذا طهرت فيه يعتبر وقت عشاء، لأن وقت العشاء يستمر إلى إيش؟ إلى قبل طلوع الفجر. ثم قال الحافظ ولعل إنكارها على ذلك لأنه في الليل فلا يمكن أن تتيقن إذا نظرت هل زال أو لم يزل. طيب لكن هنا عندنا إشكال حقيقة، هو لماذا أنكرت عليه؟ ما أعد قراءة بس من ال عن بنت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيد ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. لماذا كان النساء؟ قالت ما كان يفعله النساء. كانه نوع من المغالاة. هو قطعا فيه نوع من المغالاة، لكن كيف تخرجها؟ هي كما قالت ما كان يفعله النساء. طيب لماذا ما كان تفعله النساء؟ لأن المرأة مطالبة بأنها، لهذا الإمام مالك يقول ينبغي للمرأة أن تنظر ويجب عليها أن تنظر
عند وقت كل صلاة وعند النوم. عند كل صلاة تنظر هل تحضرت وتصلي أو لا تصلي، وعند النوم قبل أن تنام. أما أنها تستيقظ من الليل لهذا السبب قال هذا تمتع. طيب لماذا؟ لا احتجنا في مسألة هي كانوا يظنوا أنها خلاص دخل مع رؤيته فهي طاهرة أم لا؟ يعني لا تعجلنا حتى لو كانت رأته في النهار. واضح الإشكال الذي أنا طرحته. طيب لماذا قالت هذا الفعل ليس بمرغوب رغم أنه لو تنظر إليه من جهة القصور؟ نعم لأنها ممكن أن تطهر، لأنها ممكن إذا نامت إلى الفجر واستيقظت بعد الفجر يكون تكون قد طهرت فتكون راحت عليها الصلاة. يعني ربما يدعون من مصابيح في إشكال في مصابيح. وإذا كنت حاضر الباب يعني بشكل الله يسعدك، لأن هذا إذا قلت بهذا القول على أنها تستيقظ وترى، إذا هذا يقتضي أنه لا يجوز للحاضر أن تنام. يعني يفضي بك هكذا. طيب أنت تقول هي قامت في الساعة الخامسة، لم ليش ما قامت في الساعة الثالثة؟ ممكن تكون طارت في ذلك الوقت. أنت هو جيد. لا هي المرأة لا تشعر. لا هي لا. هي المرأة تكون في البيت فينزم عليها ولا تشعر. قد تكون في طيب ما هي؟ إذا أحسك بخروج شيء تريد تتأكد. طيب ما هي نائمة من كيف تفس؟ كيف أنها تستيقظ طوال الليل؟ لهذا لا هذا إلزام للآخر. ليش الصحابية ما كانوا يعمرون من الليل؟ ليش هؤلاء يقولون؟ فقط لهم طيب إذا فتحت هذا الباب وأنت تقول بأنك تقوم